ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. الاحتلال الإسرائيلي كشر عن أنيابه بدعم أوروبي وغربي، يا إما التهجير على ما يبدو أو يا إما الإبادة. البعض يتساءل لماذا الآن، والبعض يتحدث على أن هناك مخطط اقتصادي لاستغلال حقل غاز مارين وهو الواقع يعني عند شواطئ غزة. قراءتك للمشهد؟ المشهد الحالي زي ما حضرتك أشرتي في إطار توقيت يتوائم أو يتقاطع مع عدة يعني أحداث في إطار وضع محتدم داخلي في إسرائيل يقتضي أن يكون هناك في أحداث أزمة يعني وضع إلهاء داخلي ل يعني أزمة داخلية تعيش حكومة نتنياهو منذ عدة أشهر. وبالتأكيد كان عملية التصعيد مرتبطة بمحاولة إدارة هذه الأزمة بعملية التصعيد الخارجي. في جانب آخر هو الانتخابات الأمريكية القادمة وبالتالي احتدام حدة الصراع ما بين الطرفين الديمقراطي والجمهوري. عدة أسباب أخرى مرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي ومحاولة إيجاد مخرج لعدد من الدول بإحداث عدة أزمات على مستوى النظام الدولي، وبالتالي كانت أحد هذه الحلقات المرتبطة بهذه الأزمات وحلقة مرتبطة بالشرق الأوسط وأيضا الوضع ارتباطها بالوضع الموجود في الأزمة الروسية الأوكرانية اللي دائرة حاليا في نفس التوقيت. التوقيت ده ليه عدة انعكاسات خصوصا على مستوى الإقليمي والدولي. حضرتك أشرتي لفكرة وجود يعني أحد الحقول الغاز المقربة لمنطقة غزة، ويمكن حقل غاز مارين وهو الواقع قبالة شواطئ غزة. مظبوط، بالتأكيد هو أحد الاتجاهات أو أحد المطامع الإسرائيلية الحالية في هذا الإطار، لكن أنا يعني بضع هذا الاتجاه هو في مجموعة من المصالح السنوية الإسرائيلية. إسرائيل ده مخطط زي ما حضرتك أشرت مرتبط بفكرة التهجير ومرتبط بفكرة تصعيد الأزمة، إما الإبادة أو التهجير زي ما حضرتك أشرتي. الوضع الحقيقة بيتم مواجهته بقوة، يعني إذا كان هناك في مخطط من جانب إسرائيل والغرب بيدعمون هذا الأمر، والولايات المتحدة الأمريكية يعني بتساند وتدعم ذلك بقوة شديدة خلال الأيام الماضية، إلا أن التحرك المصري والتعامل المصري مع هذا الأمر كان تحرك فريد، وأيضا يعني أعتقد بيحاول إبطال مثل هذا السيناريو منذ عدة أيام وبيتعامل معاه بحرفية شديدة. نعم. لأن فكرة إبادة الشعب الفلسطيني هو يعني عملية الاجتياح البري كان يتم التخطيط لها بالتأكيد على مدار كل السنوات الماضية. عملية الاجتياح بتبقى متكررة وإن كان بشكل جزئي، لكن الكثافة اللي بيتعامل بها الجانب الإسرائيلي هذه المرة بتؤكد هي محاولة إحراز عدة أهداف على المستوى الاستراتيجي الداخلي في القطاع نفسه وفي نفس الوقت على المستوى الدولي، لأن هو لديه رغبة شديدة للتأكيد حول مفهوم أن لا توجد قضية فلسطينية، أن هناك عنف من جانب حماس، تأكيد ذلك بشدة على كافة الأطراف الدولية. الجانب الإسرائيلي بيرى أن فكرة التصعيد وخصوصا مع الدعم القوي اللي بيجده من زيارات مستمرة من جانب بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا خلال الأيام الماضية فترة زمنية قصيرة، يمكن ده جعل إسرائيل بتحاول أن تصعد ضد روسيا. يعني فكرة التصعيد ذاتها في إطار المعسكر الآخر أو الجانب الآخر، وإحنا رأينا حجم التوتر لجانب إسرائيل، وتجد أن الجانب الروسي هو داعم لحماس وأنه ليس على يعني موائم لفكرة مواجهة إرهاب يعني حماس في هذا التوقيت. الأمر نفسه بيدينا مشهد عام، لأن مفيش أو لا توجد الحقيقة يعني عملية واضحة من جانب إسرائيل لفكرة وجود خروج سلمي أو فكرة إيقاف التصعيد في التوقيت الحالي. إسرائيل بتحاول أن هي تجتهد في حجم أو ضغوط شديدة جدا على الشعب الفلسطيني في هذا التوقيت. لكن من جانب آخر يجب أن احنا نشير لفكرة التحرك المصري ومواجهة هذا صحيح. الأمر يعني وفلسفة مصر في التعامل مع التحديات بشكل عام. طبعا يعني حجم الشاحنات اللي بيدخل للجانب المساعدات للجانب يمكن 33 شاحنة اتحركت اليوم للقطاع، في أيضا استقبال عدد من المساعدات والدعم لقطاع غزة تم من روسيا وعدد من الدول يعني في المجتمع الدولي، ده شيء يعني في غاية الأهمية.
النهارده يعني المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه يعني كريم خان احد التصريحات الخاصه ليه ان هو بدا يتحدث عن رغبته في زياره يعني بزار القطاع بالفعل وبيشوف حجم الـ يعني جرائم الحرب اللي ارتكبت المخالفات الدوليه اللي ارتكبت واحد التحركات اللي مصر قادتها ليس فقط داخل الجمعيه العامه للامم المتحده في اطار تحرك عربي لاصدار توصيه من الجمعيه خلال ال 48 ساعه الماضيه ولكن كذلك من خلال تحرك على مستوى المحكمه الجنائيه الدوليه. مصر لديها خبره في اتخاذ كل الطرق والتعامل مع كل الطرق على مستوى المنظمات الدوليه وايضا على مستوى كافه الدول اعضاء المجتمع الدولي لمجابهه حتى القوى الغربيه والامريكيه في الداعمه ل يعني الاستيطان الاسرائيلي والتعامل الاسرائيلي مع هذه الازمه. وده موقف يمكن مصر في التعامل مع القضيه وزي ما قال سياده الرئيس هي بتعتبر قضيه القضايا بالنسبه لمصر. طيب عندما تستمعون الى هذه التصريحات المتعلقه بايصال المساعدات من الدول الغربيه هل تستنتجون بأن الحرب على غزه لخصت في إيصال المساعدات لأكثر ولا أقل؟ يعني هل غطى على ملفات هامة زي حل الدولتين، التهجير القسري وكل ما يحدث الآن في قطاع غزة؟ بالتأكيد لا، لكن الدولة المصرية عندها إعلان لمفهوم الدبلوماسية الإسرائيلية في الفترة الماضية. حالة الضغط والتصعيد زي ما يعني حضرتك أشرت في البداية لفكرة أن هناك سيناريو بيتم يعني إحكامه لفكرة التهجير لسكان القطاع في إطار وضع غير إنساني أو الإبادة للسكان، وبالتالي دعم حالة الصمود يعني لسكان القطاع مرتبطة باستمرار المساعدات واستمرار إفادة الدعم لسكان القطاع في هذا التوقيت. لكن من جانب هام جدا لازم أن نؤكد أن مصر خلال كل المفاوضات وكل الاتصالات في اللي بتتم بصفة مكثفة خلال الأيام الماضية وحتى اليوم على مستوى القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي هناك تأكيدات مرتبطة بمسألة حل الدولتين أنه يجب أن يكون هناك ده بالنسبة للموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية وهي إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية. أنا كنت هنا بتحدث عن الموقف الغربي وليس موقف مصر الثابت تجاه هذه القضية. الموقف الغربي في هذا الاتجاه نعلم جيدا أن حجم المصالح اللي بتربط الدول الغربية والمتحدة الأمريكية في ظل استمرار الأوضاع الحالية هو زي ما أشرت منذ قليل مرتبطة بحالة من حالات إشعال الصراعات في إطار وضع اقتصاد يعني أزمة على مستوى العالم. يمكن ده أحد المخططات والسيناريوهات اللي رسمتها كتير جدا من التحليلات منذ عدة أشهر في إطار الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن أنا متوقع أن يكون هناك في محاولة تأجيج عدد من الصراعات على مستوى العالم. نعم. ده رغبة من الدول الرأسمالية والبعض بيرى بأنه حل الدولتين هو شعار لدى أساس الأمريكيين والأوروبيين حين يواجهون بحقيقة الاحتلال. أنا بشكرك بالتأكيد لأن الرئيس الفرنسي يعني ماكرون خلال يعني الحقيقة زيارته لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أكد على نفس الأمر بغض النظر على الدعم الفرنسي لكن هو تأكيد غربي وأيضا يعني بدعم لفكرة أن هناك في حلول سلمية يجب أن الوصول إليها، لكن هذه التصريحات ما بتلقاش الكثير من التحرك على الأرض لأن أنا بشكرك على أي حال وعلى ما يبدو أننا فقدنا الاتصال دكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلاقات الدولية.